السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة يا حبايبي هقدم لكم طريقة عمل كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء. الطريقة ديت طريقة جميلة جدا، وأتمنى إن هي تنال إعجابكم. ما هقول لكم المكونات هنحتاج لإيه وهقول لكم الطريقة. أول حاجة يا حبايبي هنحتاج لنص كيلو من اللحمة المفرومة، وهنحتاج لبصلة يعني متوسطة كده تكون مفرومة، هنحتاج لثلاث فصوص من الثوم، وهنحتاج 2 معلقة كبيرة من الشبت، وهنحتاج 2 معلقة كبيرة من الكزبرة، كزبرة خضراء. هنحتاج برضو معلقة صغيرة من الزعتر، هنحتاج ل3 معالق بقسماط يكون ناعم، وهنحتاج 2 معلقة كبيرة من الدقيق، وهنحتاج بقى الزيت للقلق، وهنحتاج برضو معلقة صغيرة من الملح. الملح يعني بيبقى حسب الرغبة طبعا، على حسب انت حابة تحطي ملح قد ايه. هنحتاج لمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهنحتاج بقى مكونات بقى اللي هي الصوص الأبيض ده. هنحتاج لمعلقة كبيرة من الزبدة، هنحتاج لكوباية لبن، هنحتاج 2 معلقة كبيرة من الدقيق، وهنحتاج لمعلقة كبيرة من الشبت، وهنحتاج لكوباية شوربة، ونص كوباية زبادي، ومكعب دجاج، ورشة ملح، ورشة فلفل أسمر. دي كده حبايبي المكونات ايه يعني كلها كده، يعني هسيب لكم برضو المكونات في صندوق الوصف كلها. دلوقتي بقى ايه حبايبي هنيجي بقى في الطريقة. اول حاجة حبايبي اللي انا بخلط اللحمة، بحط عليها البصل، بحط عليها الثوم، الثوم طبعا يكون بقى مفروم، والشبت والكزبرة، وبرضو تحطي برضو الزعتر وملح وفلفل اسمر، وبضيف بقى ايه 3 معالق كده، 3 معالق كبار كده من البقسماط الناعم. ببدأ ان انا اقلبها كلها ايه مع بعضيها كده اهوت، وبعد كده ببدأ ان انا اشكلها الكور ايه صغيرة. بعد ما بشكلها في يعني بعد ما بشكلها بقى كور صغيرة كده اهوت، ببدأ بقى ايه اللي انا احطها يعني في الدقيق. وبعد كده اهوت بعد ما بغلفها كده بالدقيق، طبعا بتزي بقى الدقيق زيادة، يعني ممكن انت تحطيهم في الدقيق كور وفي مصفى كده، وعشان تخلصي بس ايه من الدقيق الزيادة. بعد كده ببدأ ان انا احمر الكور ديت في قلب الزيت. بعد كده بركنها بقى ايه على جنب، بعد ما بحمرها بركنها على جنب كده اهوت، لحد ايه نيجي بقى ايه نعمل بقى الصوص الايه الصوص الابيض ده. هحط بقى ايه في حلة كده، يعني في حلة كده صغيرة كده على النار، بحط فيها معلقة زبدة مع يعني مع مكعب دجاج كده اهوت، ومعلقتين كبار كده من الدقيق. وبعد كده يعني بقلبهم مع بعض كده اهوت، يعني دي بس ايه يعني يصفر كده بس معايا. بعد كده ببدأ ان انا انزل عليه بكوباية الشوربة، وبرضو بضيف يعني بتضيف كوباية لبن، وبرضو بتضيف برضو كوباية اللبن، ما قلتهاش انا في المقادير في المكونات بس حابة اكتبها لكم. برضو بتضيف برضو كوباية لبن، وبتضيف زبادي، علبة زبادي، وبعد كده اهوت بتبدأي اللي انت بتقلبيهم مع بعض كويس. وبعد كده يعني بتنزلي عليهم بقى بالشبت، وبعد كده بتضيفي عليهم بقى كور اللحمة اللي هي المتحمرة، وبتضيفي بقى رشة ملح ورشة فلفل اسمر، وكده يبقى خلاص بتقلبيهم مع بعض. اول يعني القوام طبعا الصوص كده هتلاقيه بقى مش شيل جامد، يعني القوام كده بقى تقيل بس عاتب بخفية برضه، يعني لا خفيف ولا تقيل، وسط يعني. فبعد كده بتبدأي اللي انت بتقدميها بقى ايه في الطبق، وتقدميها بألف هم، تقدميها بقى مع رز، عايزة تعملي جنبها رز اصفر، على حسب ما انت عايزة يعني تقدميها. دي كده حبايبي كانت طريقة عمل كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء، اتمنى اللي هي تكون عجبتكم. انا كنت قايله برضو في اول ما قلت المكونات، كنت قايله كوبايه لبن. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، وبرضو هبقى اسيب لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف عشان تبقى سهله لكم، اللي انتوا برضو ايه تبقوا يعني تبقى سهله، اللي عايز بقى يصورها سكرين ولا حاجه يبقى المكونات ايه سهله معاكم.
بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديده بقدمه في القناه اول باول. لا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.